قوي، ما اعرفش اركب كاني بلطف، وده ديفكت. ما اعرفش احسب المحاليل كويس، وده ديفكت. احضر حتى في الحاجات اللي انت مش ناوي تحضرها، ده مش كده وبس، احضر في الحاجات اللي بره الجدول بتاعكم. انتوا عندكم حاجات اساسيه، بطن وجراحه واطفال ونساء، مش كده؟ وحاجات وسبيشال بتختار حاجه وشهرين طبعا وشهرين طبعا. هذا الكلام مش مكفيني اتعرف على ما دي احد مهام سنه الامتياز، انك تتعرف على التخصصات المختلفه علشان تختار بعد كده تخصص في ايه. وده السؤال الثاني، كيف اختار تخصصي؟ محدش هيجاوبك الا انت، محدش هيجاوبك الا انت. بس عشان تختار تخصصك ما تختارش بالبرستيج بتاع الشغلانه، يعني الجراحه دي شغلانه طبعا عظيمه جدا، مش عارف ايه، انا عاوز ابقى جراح. جات لي مره دكتوره امتياز جات لي دكتوره امتياز بتقول لي دكتور عمرو انا عاوز اخد جراحه. هي ده اللي هي بقى تختار. فهي من بحبها، فاهمه انها بقى ايه بتفحمني. بالمناسبه يعني مقدمه قبل ما اكمل، انا اجينس لبنات اخد جراحات، يعني دي حته كده. فده ايه بحبها، بس على مين بقى؟ بتحبيها ليه؟ مفيش حاجه اسمها بحبها، ده مش بيسموها ايه؟ كيمياء، مش كيمياء، لا كيمياء ده موضوع تاني. ده بحبها، بتحبيها اللي شايفه فيها ايه؟ مستعديه تخلي كل حياتك تدور في فلك هذه الشغلانه. بس الجراحه مشكلتها كده زي النساء، راحة النساء هم يعني كونتراكت، جواز كاثوليكي مع تفرغ. لا انا هقدر اوضب، انا هقدر ايه، مش 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 هدي قوي وههرب، مش هتعلم، مش عاوز اقول لفظي يعني زي اللي بيعمل كده، مش هتعلم، هتطلع كده. انت لازم تعطي، هل وقتك your life plan، ما هو لازم الاختيار يتم ده برضه في كيف تختار، في ضوء my life plan. هل انا ناوي او ناويه اني اخلي الكارير ده بروفيشن، هي اهتمامي وحياتي، هو الطب كده. حتى لو خدت جلديه طبعا احسن، الله يديله الصحه والعافيه استاذنا الدكتور عبد الرحيم عبد الله. أنا كنت الأول على دفعتي. وكان يعرفني. طبعاً هتاخد جلدية وحق يا عمرو. جلدية؟ أنا الأول. وما أنا ولا أخد جلدية، مين ياخد الجراحة؟ كان الله يرحمه الدكتور شامل عبد الله عامل لي برين ووش من الجراحة. قعد معايا أثناء السنة، أنا كنت من الطلبة المقربين منه لأني كنت شاطر، مش مكوسة ولا حاجة يعني. فيقول لي ناوي تاخد إيه؟ قلت له بشوف حاجه من السبيشال البطنه، قطعت السبيشال. السبيشال ايه يا ابني؟ مستنى لما العيان يجي له هارت فيلير، يجي له فيجيتالس، ولا لما يجي له انفاركشن يقوم يرقده في السرير 6 اسابيع ويدي له هيبارين، ولا بتاع النيورولوجي يستنى لما العيان يبقى بارالايزد ويبعته الفيزيوثيرابي، ولا قاعد مسكهم فرع فرع. ما فضلش حد بيعالج بجد غير بتوع التروبي كمان. اللي بيدي انتي بايوتيك او انتي هيلمانيتك. طبعا ده ايام احنا ما كنا طلبه. النهارده موضوع مختلف خالص. النهارده الكارديولوجي الاوائل بياخدوه لانه بيعمل حاجه. بيعمل حاجه. بيعمل قسطره ويركب دعامه ويركب سميكر ويركب كلام، يعني كلام الراديولوجي طبعا ده كان مصيبه يعني، اطلع فاضل اشيل الجهاز على كتفي واسرح بيه على الجناين. النهارده الانترفيشنال راديولوجي انا كنت بشتغل
مع واحد امريكاني اول ما خدت الدكتوراه، فبيتكلم عن انترفينشنال راديولوجي. انا قلت له الصراحه يعني ايه؟ كناش نعرفها، ما كانش وقت. قال لي دي يا دكتور شريف الناس اللي هياخدوا نص شغلنا بعد 10 سنين. وبالفعل خدوا نص شغلنا بعد 10 سنين. المس ديسترونز في كومباين دكت بعد الكوليسيستكتومي، مش عارف البابتك انسر حتى اتغيرت خالص الالام. انا بقالي قد سنين ما عملتش اوبريشن للبابتك انسر، وين شغل كتير قوي. سب فرينك ابسس ده ما عمل. موجوده في نيو سايكاتش اروح احضر معاها عياده، اروح احضر معاها نبطشين، حاجه زي نبطشتين ثلاثه في الحاجات اللي انا مش هفوت عليها. زميلي في الراديولوجي اروح اشوف بتوع الانترفيشن الراديولوجي بيعملوا ايه عشان اكون راي حقيقي، مش راي متاثر بالايه بالامبريشن وبالبرستيج ومش عارف ايه وكلام ده. ده احد الفاكتورز اللي بتساعدك على الاختيار، ودي خلوها من ضمن الاوبجكتيفز بتاع سنة الامتياز. لا تعرف ميولك ايه. انا محمد علشان نقدر يعني اساعده في الاختيار، كلمت وقتها النائب بتاع القسم عندنا، قلت له انا هخلي محمد يجيب شنطه هدومه ويجي يقعد معاك اسبوع اسبوعين في السكن وامتياز، شغله مرمطه كده وضبه وقول لي ريبورت بعد كده ايه بعد اسبوعين ينفع في شغلنا بتاعتنا ولا لا. طبعا بعد اسبوعين النايب معقول هيقول لي انك ما ينفعش. لما اللي حصل يعني طبعا ايه والله يا بي اصل توصل قول لي قال يا بي كنا يعني نيجي نجيب نجهز ابندكتومي حاله ابندكتوميسايتس ونجيبه عشان ايه يشتغلها ويساعده، نبص نلاقيه مصدر لنا واحد زميله وسايب وقت العمليات. He is not interested في الشغلانة دي. Not interested إنه يديك فوق العمليات. خلاص بنقص. زي ما قلت هو التخصص ده جوازك كبير. ما تربطش نفسك بحاجة أنت مش مقتنع بيها. أنت طبعاً الكلام ده بقدر هيفرض عليك تركيبك ومجموعك وإلى آخره، سواء جوه الجامعة أو بره الجامعة. الكلام ده ينطبق أيضاً مش بس في الجامعة وبره الجامعة. ينطبق على مطرح ما هتروح. انك تتعلم. ونصيحة للي مش هيقعد في الجامعة ده عليه مسؤوليات اكتر في سنة الامتياز ويتعلم كويس، يعني التعليم هنا مش زي التعليم في وزارة الصحة، فينتهز السنة عشان يتعلم كويس، ويمكن يتعلمه هنا هيروح ينقله في وزارة الصحة دون مبالغة. ما حدش بيعلمنا، ما حدش بيقول لنا، انا قلتها قبل كده، محدش هيعلمكم. انتوا دايما اقول اللي يمشي قدام مستشفى الجيم الرجاش اللي يعدي على الشارع بس على الرصيف هيتعلم حاجه، هيتعلم حاجه. فما ادراكم ببذل الجهد والاخلاص لمستقبلنا احنا، مستقبلنا ما حكى جلدك لسه سخن.
يعني انا في كلامي ده مبدئيا لسه قبل ما اخلص. بعض زملائكم استفاد من سنة الامتياز في حاجات اكتر من البعض، عمل معادلات او زملات بيحضر وبيذاكر الوقت الفاضي، قاعد في مرشيه مع كتابه اهو بيقرا وبيذاكر ومسجل امتحانات، يعني اتجرأوا على الحاجات دي ما تشوفوهاش عجيبه. دي كتير من زملائكم بيعملوها. ايام انا كنت طالب دي كانت عجيبه جدا، ايام كنت امتياز ونايم انا سافر لما اخد الشهاده من هنا. ايام اولادنا لا، دي عاديه جدا. دكتور هاني ما شاء الله كل شويه يغطس في حته دوله تانية، يجيب حاجه جديده، يتعلم حاجه مش عارف ايه، كان جديده بالنسبه لنا الموضوع ده وغريب يعني. فناس ممكن يسجلوا حاجه، يعملوا معادلات مش عارف. بعض الناس زملاء ليا في انف واذن، في اثنين دكاتره فاتي، دكتور محمد زكي هلال تعرفوه، دكتور محمد العظيم اللي جابني طبعا هلال اللي جابني، دول دفعتي الاثنين، و كانوا جم في الامتياز قالوا عاوزين نتعلم الماني. مش كده، مش منها كده، لا هم عارفين ان المانيا فيها شغل اير سيرجري غير ادفانسد، قالوا عاوزين نتعلم الماني وشاركوا في معهد جوته وخدوا اثناء السنه كلها الماني. بعد ما خلصوا قضوا النيابه وكملوا الالماني، بعد ما خلصوا والله جت منحة من ألمانيا، هم أول ناس لهم أولوية لأنهم يعرفوا ألمانيا، ما جاتش منحة، هم سعوا إنهم يجيبوا وظيفة في جامعة في ألمانيا وراحوا وتعلموا. بقى بيجيبني واحد من أحسن جماعة بتوع إير سيرجي في مصر، تعلم إير سيرجي، وهلال اتعلم الهيبوفيزيكتومي ترانسنيزل بالمنظار، شغل البيتويتري. لو تتعامل مع دكتور هلال ما شاء الله، يعني يجيب السي تي بتاع العيان يروح ينزله على الكمبيوتر، يعني سكانك على الكمبيوتر، ويقعد بقى يحط الصور ويعمل على الكمبيوتر بقى موديلنج، يدخل منين ومش عارف ايه والثيكنس هنا عنده مسافه قد ايه، يقعد يعمل بلان الاول على الكمبيوتر قبل ما يدخل، ويدخل يعمل هيكتو من 24 ساعه، عاوز يعمل نزل سيرجي حاجه في السبتم حتى، ولا يشيل تربنت ولا بتاع، يحط صور السي تي على الكمبيوتر ويقعد يشوف هيشيل قد ايه ويعمل قد ايه، وبالتالي هتوسع له السكه قد ايه وكلام من ده. راجل شغال بمزاج. ده بدات الحكايه بانه اتعلم الماني اثناء سنه الامتياز. انا بديكم بعض الاكزامبلز ازاي نقدر ما نفوتش الفرصه، ما نفوتش الفرصه نحضر. انا يعني بعض الدكاتره كانوا طلبوا مني يجي احضروا معايا عمليات، بشتغل هنا قليل وما بشتغلش خالص بقالي فتره في البرايفت، بعضهم جه وحضر معايا وشاف الجراحه وعجبته ومش عارف ايه. السؤال يعني عاوز اقول السنه مجال الاستفاده منها واسع جدا، عشان تقدروا تعملوا بلاننج لحياتكم في اكتساب المهارات الاساسيه، وايضا في البلان للتخصص اللي احنا ناويين ندخله. ويعني اجمل حاجه في الدنيا ان يحصل توافق بين ما يرضي الله وما يرضينا. يعني على راي السيد عمر العزيز يقول لك هذا هو ايه؟ الزبد بالعسل، ان المطلوب مني فريضه عليا جاي على هوايا، ودي كلها انا دخلتها بمزاجي، فابدا ابني فيها مستقبلي شويه شويه. فحكاية نقرا ايه وكلام من ده، زي ما قلت لكم قراءة نظري مش مطلوب الا لو حد هيعمل معادلات. القراءة في كل اسم هتروحوه في كتب للبراكتس بتاعتها الهاوس اوفيسر. احنا ايامنا كان بايل سيرجيكال هاند كرافت، ما اعرفش دلوقتي في حاجات موجود، وفي بقى مانيوالز صغيرة بقى حضرتك، وفي هاند بوكس، الحاجات اللي هي فيها سكيلز، دي الحاجات اللي فيها سكيلز يعني ده اللي ممكن نقراه ويعني نقدر نستفيد منه. ده يعني ايه؟ انا حرصت اديكم كده سيرفي وتصور لبعض الامور، واتمنى ان اكون يعني نجحت في اني اجاوب على تساؤلات في عقولكم، ومستعدين ناخد اي تساؤلات. اسمح بكويستشنز؟ بالتاكيد. لو حد منكم يحب يسال الاستاذ دكتور عمرو على حاجه، يسالني على حاجه، ويلكم طبعا، اتفضلوا يعني.
دكتور بالنسبه للجراحه العامه والبطن العامه تحديدا الجراحه العامه الواحد يعني الواحد لو بيحب جزء معين في الجراحه يعني انا هاخد جراحه عامه بس عايز اشتغل حاجه معينه هل في الجامعه ممكن او حتى بره الجامعه ان الواحد يختار يعني حته معينه يعني مثلا الجسم الساينسيز والاناسموز وكده او مثلا هو نقطة أساسية في كل الجراحات حتى في الخاصة إنك تتعلم surgical principles من الجراحة العامة. يعني لما في فكرة دلوقتي إن النيابة تبقى 5 سنين لسه الموضوع ده لم يحسم بعد يعني لسه معلق انت عارف من الاسبوعيه اللي فات كان الكلام لسه موضوع احنا بنؤيده يا ريت يعني احنا انا كستاف يعني بس هي المشكله جايه فين هو المعترضين لا في حاجات كنت بتحتاج خدوا بالكم هي مطلوبه ليه او الاقتراح جالي القصر العيني عملها 5 سنين ما اقول لك عشان كده هو دلوقتي مش راضي انما عملها 5 سنين القصر العيني في البدايه وفي دول في العالم عشان تاخدك اخصائي يقول لك السيرجيكال تريننج 5 سنين مفيش حاجه اسمها متخصص على مستوى ماجستير ومتخصص على مستوى الدكتوراه انت يا اخصائي جراحه يا مش اخصائي امريكا فيها امريكان بورد بس انجلترا فيها زماله مفيش حاجه اسمها في دول بالذات في شرق اسيا فيها ماجستير ودكتوراه انما في بعض الدول لما بتروح تقدم وتديله السي في بتاعك انك بتدرب 3 سنين يقول لك انت يو ار نوت تريند انف وياخد بتاع القصر العيني اللي متدرب 5 فاهمين جت ازاي؟ القضيه كانت كده عشان كده في مجلس الكليه لما جت تصويت وقتها انا صوتت لصالح ال5 سنين ثم مجلس اللي قبل اللي فات على طول طرحت قضيه ثانيه اللي هي ايه؟ لما قالوا ال5 سنين طيب هاي النيابة قضيها ازاي؟ قالوا ان كل السبيشياليتيز تقضي اول سنة جنرال ده السبيشياليتي هو اللي يحدد مش انا اللي بقوله فطبعا بتوع العظم قالوا لازم يروح سنة جنرال سيرجن بتوع مخ الاعصاب في البطنة بتوع كارديولوجي لازم يروح سنة بطنة عامة ان سو اون فوجئنا ان اسم الجراحة جاي له في السنة 200 نايم ما كل بتوع السبيشيالات ومش مانع برضه بتوع بطنات أو حد اقترح إنه يجي ياخد سيرجيكال برنسبلز الناس اللي بيعملوا انترفنشنال ف وي ار نوت كيبر إن إحنا ندربهم إحنا بالكاد بندرب النواب بتوعنا لو عرفنا ندربهم فهندرب إن كل دول ملهاش إمكانية نوت أبليكابل وبعدين جت قضية فلوس كمان هنجيب لهم ماهيات منين وهيتأخر وجت أفكار الأول لا هو بعد 3 سنين يبقى معيد أو يبقى مدرس مساعد بس ما يقلعش بلطو الأبيض ويفضل يقوم بأعمال النايب يعني شوية لغاية دلوقتي الموضوع متعثر المهم اللي خرجني من القضية دي كانت عن الترينينج أو جنرال سيرجن يعني حتى في البطن العام مثلا في الدكتورين وفي ما تقدرش لو ناوي تبقى باطني عام لو ناوي تبقى باطني عام او جراح عام ما تقدرش ما تاخدش الجراحه كلها. ليه؟ بولي تروما بيشنت هو مين اللي بيديل مع بولي تروما؟ الجنرال سيرجن هيمانج ازاي اذا ما كانش يعرف الجراحه فروم A تو Z انا في اوقات يعني اشتغلت في وور انجلز في فتره من حياتي اشتغلت سوراكوتوميز واشتغلت كرينيوتوميز واشتغلت شغل اوسوبيدكس وهو الى اخره لان بولي تروما بيشنت كده وما كانش في حد يسد في السبيشاليتيز دي ده مثلا وفاسكولار وعملنا ونشرت بيبر في الامريكان جورنال فاسكولار سيرجري عن 70 حاله وور انجريز فاسكولار وور انجريز كانت قبلت بدون اي تصريحات فيها او حاجه فما تقدرش تبقى جنرال سيرجن بالذات الانسموزس ده كلام بتاع ابدومينال سيرجن تقدرش تبقى ابدومينال سيرجن من غير ما تاخد الجراحه العامه فروم اي تو زد قول لنا بقى احنا بنخلص الدكتوراه بتاعتنا
زي ما دكتور ما عمل كده زي ما انا عملت في مرحله من حياتي. بنبدا نبص على سبيشاليتيز. انا عجبتني الهيباتوبيليار سيرجري دكتور هاني ما شاء الله بيشتغل في الاندوسكوبيك وفي اللابروسكوبيك والكلام ده. كل واحد بيبدا بعد الدكتوراه يفكر في فاين سبيشاليتي. فاين سبيشاليتي جوه جنرال. كل الناس اللي تتعلم نفس الحاجه لازم تتعلم كل حاجه. حتى بعد الدكتوراه بتظل برضه حتى لما تاخد سبيشاليتي بتظل تمارس الباقي. انما مفيش حاجه اسمها جسر ستايل سيرجن بس. ما هو بولي تروما بيشن ده هتعمل فيه ايه؟ ده انت الهيد اوف ذا تيم في البولي تروما، مش بتاع العظام ولا بتاع النيورو سيرجن. انت اللي بتستدعيه وانت اللي بتجيبه وانت اللي بتاسس ان العيان ده محتاج حاجه عنده ولا لا. فالجنرال سيرجي عاوزه كده دفن. الكلام ده بعد الدكتوراه حتى في مصر يعني ولا لازم اروح المسافر ولا لا؟ ما شاء الله عندنا في مصر في الحقيقه لا اخفي عليك. يعني في كل في الجراحات عندنا يعني عندنا بيتعمل شغل ليفر ترانسبلانت كويس. عندنا شغل هيباتوبيلياري كويس او بيلياري بنكرياتي كويس موجود. انما دفن سفر بره بيضيف. دفن بيضيف للشخص لان هم عندهم ريفرال سنترز. هنا لما بنعمل حاله ليفر ترانسبلانت كل كام اسبوع، لا كل يوم، في حالتين ثلاثه لو رحت السنتر. فطبعا فرص التعلم مختلفه خالص. طب بس كل ده بعد الدكتوراه؟ لا، في ناس كتير من ولادنا زي مثلا ابني بقول لك مخلص ماجستير سايكاتري وراح يقضي نيابه كامله من في امريكا، يقضي 5 سنين ياخد في اخرهم الدكتوراه، يعني ممكن قبل الدكتوراه. ممكن اثناء في اجازات بقى معينه اثناء فتره المعيد بعد النيابه، مش بعد النيابه، بعد النيابه تاخد سنه تطلع اجازه دراسيه في جامعه كذا. عشان انا سجلت موضوع دكتوراه مثلا معين وعاوز اروح اشتغل في نفس الموضوع ده في جامعه كذا، يا الكليه جايبه منحه يا انت تعمل اتصالاتك وتجيب اشراف مشترك. بيبقى في ممكن تسجل الرساله نفسها كاشراف مشترك، يبقى مشرف من الجامعه الخارجيه ومشرف من الجامعه بتاعتك. انت بتسافر له تقعد فتره وتعمل حالاتك هناك وتيجي تكتبها هنا. استاذك يروح يتابعك هناك وهو يجي يتابعك هنا مره، اللي هو المشرف الاجنبي. هم اللي بيقولوا لا. ال 17 على الدفعه. هم اللي بيقولوا لا. كده باختصار. اساليهم. انا اقول لك ليه؟ لا بساليهم يعني. نفس القضيه اللي انا قلت عليها. هل انا بعتبر بيجاتشيك سيرجي يعني مش عاوز اقول لك اصعب من جنرال سيرجي. حاجه فيري فيري فاين و يعني الى درجه انها اصبحت سبيشالتي لوحدها. هل انت مستعديه تو ديفوت اول يور لايف لهذه المهمه ولا لا؟ وماذا افعل في غريزه الامومه؟ يعني عارفه قضايا انا بيصعب عليا في الحقيقه. نتكلم بصراحه ولا وتكفلي خروج امن؟ مهم قوي لما تيجي تختاري ما تختاريش حاجه زي ما انا قلت في وسط الكلام للبرستيج بتاعها. يعني لو قعدت احقق معاكي دلوقتي قدام زملائك ليه بيدياتك سيرجيا تقولي لي بحبها، اقول لك بتحبيها ليه؟ مش حكايه وقتها امال سبيشاليتي نادره. ان ايه؟ سبيشاليتي نادره وقليل قوي الناس اللي فيها ومفيش فرصه اني اتعلم على ناس كويسين. لا ده رايي ده برضه فيها جزء برستيج. انما لما اجي اوزن الموضوع سبيشاليتي نادره وماذا عن غريزه الامومه؟ كلمتها الصراحه بدون زعل، يعني اتمنى الا تنقلوا هذا عني. يعني كل من نعرفهم اللي دخلوا في الشغلانه الجراحه او النساء او بتاع حياتهم العائليه بتثبت. انا اعرف واحده دلوقتي استاذه حاجه 40 سنه وقريبتي بس في الاصل عيني مش هنا. الموضوع محلول. ما اتجوزتش. فيعني القضيه قضيه. يعني اقول لك ايه؟ يعني ما تخلوناش زي المسيخ الدجال الذي لا يرى الا تيوبولار فيجن، يشوف بس اللي ايه اللي قصاده كده وبعين واحده كمان. لا، خلونا نبص
ده اختيار هتوقف عليه حياتك كلها. هتوقف عليه حياتك كلها. فرصة فترة الامتياز احضري معهم. واحضري في الاطفال كمان مش بس معهم. ده كتير قوي مش عايزين اطفال من بنات. وشوف المجهد المطلوب ايه. وشوفي ريدي من حياتك تدور في هذا الفرق ولا لا. سامبلي كده. يعني انا مش مجرد بفكر انا ترتيب 17 يبقى انا لازم اخد. هل يناسبني ام لا يناسبني؟ هل يناسبني ام لا يناسبني؟ دكتور. السايكاتري بورد مانيكال يعني شهاده وشهاده مختلفين عن بعض. لا السؤال الثاني حضرتك دكتور جراحه يعني مش هتبقى بايز للسايكاتري مثلا زي او زي مثلا دكتور سايكاتري. حضرتك شايف الباسبكتس بتاع السايكاتري في مصر ايه؟ خصوصا مثلا الريكورد بيفكر انه يرجع تاني. طبعا السايكاتري بالنسبه لي يعني عشق عشق. حتى لما بيسالوا محمد ابني او يسالوني محمد ليه ما خدش جراحه يعيش في جلباب ابيه يعني بقول لهم انتوا تسالوني انا ليه ما خدتش سايكاتري. فالسايكاتري is my interest. وبعد كتر اللي عملتها ناس بيفتكروني سايكاتريس بيكلموني بمشاكل سايكاتريك. النظام في امريكا البورد نيورو سايكاتري على بعضها. احنا عندنا في مصر في عين شمس الماجستير نيورو سايكاتري. اما الدكتوراه فيا اما نيورولوجي يا اما سايكاتري. الأصل العلمي ما زال الدكتوراه نيورو سايكاتري. ياخد نيورولوجي وسايكاتري. في أمريكا زي ما بقول لك البورد نيورو سايكاتري. إنما غير الميديكال بورد، غير البورد بتاعت أمراض بطن. ومن البداية بياخد النيابة سايكاتري. ونيورولوجي والترنيتنج في أمريكا. وياخد جزء منه ده اللي بقول لكم عليه مفيش حاجة اسمها سبيشال من غير جنرال. يقضي فترة في البطن العامة من التريننج بتاعه. اما بالنسبه للبروسبكتس اوف سايكاتري في مصر طبعا من احسن السبيشاليتيز اللي لها يعني مستقبل وما زالت سواء في مصر او في الدول العربيه. في الدول العربيه من القضايا ان ما يتخذش سايكاتريست الا اذا كان بيتكلم عربي. ما بيقدروش يجيبوا من الدول الثانيه زي ما بيجيبوا في التخصصات الثانيه. يجيب جراح امريكاني يجيب جراح كذا الا سايكاتري لازم يكون يتقن العربيه فما يكونش الا غالبا مصري. وما شاء الله يعني بعض اساتذتنا او زملائنا في السايكاتري ما شاء الله يعني يقعد في عيادته لغايه يوم الاربعاء بالليل. الاربعاء بالليل بياخد الطياره الى احد الدول العربيه اللي ليه هناك العياده يقعد خميس وجمعه ويجي الجمعه بالليل يرجع لعيادته يوم السبت. ده كل اسبوع كل اسبوع كده ما شاء الله يعني. بالاضافه بقى طبعا مشاكل الادكشن في مصر مشاكل ما بعد الثوره ونسبه السايكاتريك ستريسز والسايكاتريك بريك داونز والكلام ده. لا if you are interested ابقى تواصل معايا بس ما فوتش الفرصه دي. دكتور السلام عليكم انا احمد مصطفى من نيو انتر. هو انا لو بتكلم على حاجه بقى ان انا انترستد في فيلد هو الفيلد ده في مصر لسه يعني upcoming الفيلد اوف ستيم سيل ثيرابي اند ميجر اوجمنتيشن. انا عن نفسي يعني انا لو فكرت مثلا ان انا اقعد في مصر مش هلاقي مكان اتعلم فيه حاجه زي كده. فانا عايز اعرف يعني هل في طريق تانية بالنسبه لي غير ان انا اسافر بره؟ بشوف اشوف ما فيش حاجه اسمها سبيشاليتي اسمها ستيم سيل. ستيم سيل از تكنيك. ستيم سيل ثيرابي لسه بادئ. هو تكنيك الباطنيين يمارسونه في مجالات الليفر سيل فيلير والكلام ده. بتوع مش عارف العظم بيمارسوه اذا كان في شورتنج في بون وكلام من ده. في الجراحه بيمارسوا. بتوع الانال سفينكتر انجري بيمارسوه. فمفيش حاجه اسمها ستيم سيل لوحدها. فانت هتدخل السبيشالتي اللي انت انترستد فيها من الحاجات دي كلها. ربنا يعينك. ومن خلالها بعد ما برضه تقطع شوط
ورأي بعد ودكتوراه وكلام من ده، لازم تطلع بره لو عاوز تعمل شغل كويس، تتعلم وتيجي تطبق هنا. كون ابرايزنج هنا دي فرصة، يعني حاجات اللي ابرايزنج هنا زي زميلتنا الذكية دي تقول لك يعني قليلين ولا دي فرصة كويسة. ولكن زي ما بقولك هو تكنيك تدخله من سبيشاليتي تانية، مش تدخله دايركت على نفسه، مفيش حاجة كده. ممكن بعد حضرتك، حضرتك بتقول في الجراحة العامة انت بتدخل بتتعلم كل شغل لكل وحدة، طب ما هو في وحدات يعني وحدة 5000 دي بتاعت الكاتوبيلري مثلا، وحدة مش عارف 7 دي بتاعت الباسكلور، يعني كل نايف في كل واحدة من دول بيتعلم كل حاجة؟ شوف بالنسبة للقاعدة في جنرال سيرجي كل يعني كل وحدة بتعلمها كل حاجة، فقط 5 جراحة هي السبيشاليز مش في ليفر سيرجي، احنا في 6 جراحة بنعمل ليفر سيرجي، انما بالذات ليفر ترانسبلانت هم فيها وبتاعتهم بس. فبرضو الفاسكولار، الفاسكولار 7 جراحة 2 سب يونتس، في 7 جنرال سيرجي و7 فاسكولار، وبتاع 7 فاسكولار بيتعلم جنرال سيرجي سنة الأول في 7 به في 7 التانية، فكل الوحدات ولكن الإتقان أو درجة التخصص في وحدة بيزيد عن وحدة تانية. يعني بقيت الهيباتو بقيت الليفر سيرجي في 5 متقدمة، انما احنا عندنا في 6 كل الشغل موجود، مثلا موربيد اوبيسي اندوسكوبيك سيرجي بتعمل في كل الوحدات دلوقتي، فهتتعلم بس حتى توقف. انت كنت فيري اتاتشد لمين من الاساتذه وتعلمت منه اكتر، اما كل الوحدات بتعلم كل حاجه. ونصيحه للي هيشتغلوا سيرجي، احنا كنا واحنا نواب، انا في 6 جراحه، كنت اعرف ان الدكتور شامل عبد الله الله يرحمه جاي يشتغل حاله اسفجس، اسفجس ما كانش متقدم عندنا، كنت اروح احضر معاه العمليه حتى لو وقت وانا نايم مزنوق، بقى ما بقيت مدرس مساعد كنت اروح احضر معاه واشوف بيشتغل اسفجس ازاي. يعني هي الفكره ان احنا بنتعلم ومش بس لوكالايز في الوحده بتاعتنا، ده انت ممكن تسافر بره عشان تتعلم اسفجس. طب ما عندك شامل عبد الله في بلدك بيعمل اسفجس وفي الجامعه بتاعتك، فهي الفكره كده ان في تخصصات في بعض الوحدات اعلى من الوحدات الثانيه، لما كل وحده بتعلم كل حاجه. دكتور مين اللي بيشتغل الانكولوجي في مصر؟ يعني تخصص الانكولوجي حتى النيابات بتاعت الجامعه مفيش نيابه علاج الاورام؟ لا ازاي؟ احنا عندنا علاج الاورام في الراديو ثيرابي. بيشتغلوا راديو اند كيمو. بيشتغلوا راديو اند كيمو. فدول بيشتغلوا جزء الميديكال في الانكولوجي. الانكولوجي في جزء سيرجيكال. اللي هو عملية بتاعتنا. احنا بنعملها في جنرال سيرجي، ما عندناش وحدة متخصصة للايه؟ للانكولوجي. طبيعي او انكولوجيكال سيرجي، طبيعي الجراح لازم يعمل جراحة أورام، يعرف. في الأصل يعني طبعا عندهم بعد أورام لوحده. يعني بيشتغلوا الجزء بتاع الكيمو والراديو سيرجي هم الأشعة العلاجية. هو في الميديكال اونكولوجي وفي السيرجيكال اونكولوجي والراديو ثيرابي. هو دلوقتي بقى في الناس اللي بتشتغل في الجراحه اورام بقوا يعملوا ميتنج مع بتوع الميديكال اونكولوجي ويحددوا البلان اوف مانجمنت، وبعد كده يا اما العين هيبتدي كيمو الاول او راديو، بعد كده الجراحه او يبتدي جراحه ويكمل. بقى دلوقتي في تيمز في كل وحده وبيكومينيكيت الستاف مع بعضه علشان يحددوا البلان اوف مانجمنت العيان ويبتدوا بقى سواء بس في الاخر كل واحد هيعمل الجزء الخاص بيه هو الجراحه يعمل الجراحه، الراديو ثيرابي يعمل علي صوتك شويه قول دي فايده لو انا الامريكان بورد تساوي دكتوراه لو عاوزه في الجامعه يتعين لازم تعادل برساله، يبقى مسجله رساله التخصص بتاعك وهي تغني عن امتحان الدكتوراه، لان يعني الدكتوراه عباره عن رساله وامتحان، فهي تغني عن الامتحان عشان تعادليها بالدكتوراه وتعتبر الدكتوراه في وزاره الصحه وتعتبر الدكتوراه في الجامعات الخاصه حتى وتعيني بيها مدرس في الجامعه الخاصه لو انت ما قعدتيش في الجامعه لازم تعملي معاها رساله عشان تعادل الدكتوراه. انت مش هتاخدي البورد الا لو سافرتي اصلا، يعني ما بتتاخدش من مصر، يعني دي غير اليو اس ام ال اي، اليو اس ام ال اي دي المعادله. رغم ان انا نسيت
البورد هتسافري عشان تاخديها تبي تريند وتبي بورد بورد سيرتيفايد من هناك. لازم تقضي نيابه كامله في امريكا. الامريكان بورد مش زي الزماله البريطانيه مثلا بيعملوا اوفرسيز اكزامز وبيعترفوا بالتريننج بتاعنا. بيدحنا هنا بيعترفوا بالتريننج بتاعنا هنا. لا الامريكان بورد لازم تقضي نيابه كامله. يعني ابني بعد ما خلص نيابه وماجستير وتعين مدرس مساعد راح بدا نيابه السايكاتري فين احمد بعد ما خلص نيابه هنا كامله وخد ماجستير سايكاتري نيور سايكاتري راح بدا نيابه من جديد دبل ريزيدنس في امريكا تبقى ريزيدنس الثانيه من جديد. انتوا هل زمان الدكتوراه ايه المؤسسه بتاعتكم نفس الفكره الدكتوراه ده اللي بيتكلم على الزماله هل هي تعادل الدكتوراه من غير رساله هي الزماله دلوقتي فيها مشكله هو بيقول بيتسجل في المقاوله هي فيها مشكله زمان هل اللي بيسجله بعد مش عارف بعد 2007 تعادل ولا لا تعادل هو حضرتك في استراجل في الحته دي فانما هي لغايه يعني السنه اللي فاتت كان الناس اللي اخذوها ومعاهم مناقشه الرساله اتعدلت لهم وتعيينوا بشرط كان مسجل قبل 2007 قبل 2007 كان مسجل بعد 2007 فيها كلام لسه في كلام انها تعادل الماجستير على فكره هو في حد هيجي الاربع الجاي ان شاء الله هيتكلم في الموضوع ده بالتحديد يعني بيحب محاضره كامله على البورد وعلى الاستراليان بورد برضو وعلى الزمالات احمد نبيل المرتضى ده مدرب في 7 صح فيري جود ربنا يكرمك طيب ده يوم الاربع الجاي دكتور هاني موضوع بحضرتك حضرتك بالنسبه لمستقبل اسم التخدير او الدراسه بتاع التخدير في مصر هل هو مطلق على جميع العيانين كاسيستنت كدكتور بتاع التخدير المطلق في العمليات او كده ولا في نيو ايرا بالنسبه للتخصص ان هو ايه في العمليات؟ تخدير دايما الدكتور بتاع التخدير في رقم 2 بعد الجراحه على طول لا نظرة مش مظبوطة مش عادية كل واحد يشوف اقول لك حاجة تقدروا لي يعني لك عشان تشتغل كلامي فيه شوية تجاوز يعني انما مدير اوضه العمليات ده راي الناس ده ما بقول لك اهو مدير بقول لك كلام حقيقي مدير اوضه العمليات هو دكتور تخدير مش انا ده بقى جزء تاني نفسي حكاية يا ترى دكتور التخدير يعني بالنسبة للجراح هو يعني تابع ليه ولا لا هي مش كده يعني بعد ما كبرنا كنا نفتكر كده بعد ما كبرنا فهمنا ان عملية مختلفة خالص ده يمكن ما خبيش عليك دوره مش عاوز اقولك اهم منك نادرا ما العيان يموت من جراحة الحمد لله انما كثيرا ما يموت من التخدير يمكن النظرة دي عذرة فيها الجرانديوزيتي بتاعت القصر العيني طب القصر العيني الجراحة بالذات في القصر العيني النارسيسيزم والجرانديوزيتي عندهم عالية جدا مدرسة يعني دي الجراحين عندنا ناس شوف دكتور هاني راجل متواضع وراجل فلا يعني اللي يجيله تخدير از فيري جود سبيشاليتي والنهارده مجالاتها الاخرى افتح بقى في الانتنسيف كير كلام تاني خالص في البين مانجمنت دول فرعين تانيين خالص حاجه كبيره جدا اللي يديله تخدير ما يقولش لا ما خدتهاش هو هاي في برضه تقسيمه سايكاتريك لشخصيات الدكاتره في تايب اي بيرسوناليتي وتايب بي طيب ايه ده بيتميز بالاقدام والاجريشن وان هو دايما ليدر وكده فدي بتبقى مناسبه شويه شخصيته ان هو يبقى جراح بالاضافه للعلم طبعا طيب بي اللي هو بيبقى شويه يحب يبقى سكند مان يبقى يبان في الظل شويه بس برضه بيبقى كومبيتنت دي تناسب اكتر البطنات بس الكلام ده مش ابسوليوت يعني مش ابسوليوت خالص يعني في ناس بتبقى عندها شخصيه الجراح وبتاع وتلاقيهم مثلا دكاتره في سبيشاليات تانية او تخدير او خارج القصر العيني لا يا بنت اصل ايه الهجر اليوسي بتاعت القصر العيني اي كومنت على السؤال تاني انا رايي بصراحه احنا ما بنتكلمش بقى الكلام الرسمي بنتكلم بنتي اقول لها ايه هتروحي تحضري نبشات بره زي ما تحضري وتاخدي جدولك وكل حاجه والوقت الفاضي عندك تعالي قضيها الوقت الفاضي تعالي قضيها يعني بره ما تاخدش مثلا مستشفى ولا شغل بالمناسبه لا خد بالمناسبه يا جماعه خدوا بالكم النقطه دي معلش للي هيشتغل
في وزارة الصحة، أنا رأيي الشخصي أكثر يميل للبطنات مش للجراحات، عشان التريننج. التريننج الجراحة عاوزة سنتر كبير يعالجوا منه، والمريض بيتعلم منه واحد اللي بيعمل له عملية، بيتعلم جراحة في واحد. أما البطنات أنا حتى لو كنت في مركز أو مستشفى ما تعلمتش فيها كويس، أقدر أجي أحضر الراوند بتاع الأستاذ الدكتور فلان في البطن أو في الكارديولوجي أو في الشيست أو في كذا أو في كذا. فدايما أنا أقول إيه، فرص الجراحات في وزارة الصحة عشان أتعلم وأبقى كويس، وهتلاقي الأكبر منك في وزارة الصحة يعني يمكن يضايقك شوية، ما يديكش فرصة تعلم كويس عشان يفضل هو اللي بيشتغل والبرايف بتاعه مش عارف إيه كلام منه. دي قضية. فإنما ما فيش مانع لو تروح مستشفى فيها شغل كتير هتستفيد. لا روح مستشفى فيها شغل كتير. دكتور يعني لو عندي فرصة إن أنا الست شهور اللي أخرجهم مرة أضيف يعني أطلب أقدم طلب أنا أضيف في الجرداش ده أحسن. هل بتمشي مسموح؟ لو متاحة بس بشرط، مش أقدم طلب أقضيهم في دمرداش وأقضيهم في سيتي ستارز. لا أقضيهم في دمرداش بجد. عارفك حقا. البعض يقول إيه؟ ده أنا ليا زملائي في وزارة الصحة وهم امتياز، عملوا هيرنيا وعملوا وعملوا وعملوا. ويعني أنت لو ناوي تشتغل جراحة في أول سنة من النيابة هتعمل الكلام ده كله سواء في الصحة أو في الجامعة. يعني ما تخليكش دي النقطة، لا خليك في الجامعة بحيث تتعلم منها زي ما أنا قلت الكلام اللي أنا أتكلم فيه ساعة ونص، تتعلم منها كويس من الجامعة. أحسن. لكن ممكن يعني ممكن هو لو هو وزارة الصحة وعاوز جامعة ممكن ما يتخدش تماما لو هو ناوي إنه يقدم نايم زيه أو انتداب. نايم نايب زي. ايه اتكلمنا انت اكتر عن نايب زي دلوقتي؟ هو حضرتك دلوقتي لازم تكون انت واخد النيابة وبدأت تسجل الديجري بتاعتك في المكان اللي انت هتشتغل فيه، تسجل عن طريق الكلية طبعا، وبعد كده بتقدم طلب لجهة العمل بتاعتك ويتقبل من الاسم عندنا احنا بنقبل، وممكن تلاقي في القسم الواحد احنا جاء علينا وقت كان عندنا 2 و3 النواب الزوار النائب لا مش يعني مش شرط يستقيل، مش شرط. دلوقتي بقى في ريجوليشن ان اللي هيسجل ماجستير او دكتوراه لازم ان هو يحضر المرور ويحضر يوم مثلا في العياده او العمليات، فالفرصه دي موجوده حتى لو طلعت بره انك تفضل اتاتشد للجامعه والكليه ان شاء الله اتس افيلبل، يعني مفيش مشكله. دي دكتور ان انت تبقى منتدب او تيجي كطبيب زائر الدمرداش. اللي انا سمعته ان النائب المنتدى بتلغى اصلا. المنتدى بتلغى. سمعت كده. لا ما اتلغاش. لا ما اتلغاش. لسه موجود يعني. الحمد لله. هم قافلين شويه الانتدابات من وزاره الصحه عشان الاعداد الكبيره اللي جوه الجامعات، بس مش ملغيه خالص. يبقى جزء من الوقت الكلي هو يمكن. وخد بالك في قضيه قضيه مهمه، بقدر ما هتبذل من جهد هتستفيد. يعني في نواب أساسيين ولهم أولوية في أن الاسم واجبه أن يعلمهم، فبقدر ما احنا كان عندنا في وقت من الأوقات نائب زاير very bright very brilliant، وقفنا معاه لدرجة في فترة من الفترات أنا كلفته يبقى هو النائب السينيور في الاسم وهو زاير، وكان على علاقة طيبة جدا زاير سابق طبعا. وبعد كده وقفنا وراه وتعين هو في دار الشفاء دلوقتي، وفي الدكتوراه وقفنا معاه وخدها يعني عارف بقدر ما كان ديفوتد واعطى المكان وحسينا حرصه على المرضى والى اخره، يعني زيه زي النائب الاساسي. برضه اعرف عمر النادي خالص. برايفت وحاجات بتطلب طلبه امتياز عشان يشتغل فيها، ايه راي سيادتك؟ في اثناء فترات يس يعني سؤال اقول لك ايه واي نوت؟ مش اذا كان عندي جزء من الوقت وانا هروح هبقى الفارس اللي بيشوف المرضى مش كده؟ وهيجي بعد كده اخصائي او نايب واقول له اللي عندي وهو يقول لي رايي وهو الى اخره. يعني تهيألي افضل كتير من الوقت اللي بيضيع.
بالذات لو حسيت ان توزيع في وحده من الوحدات اثناء فتره الامتياز انت مش قادر تستفيد منها قوي, او لقيت فرصه ان انت تروح في وقت يعني او هتستفيد من في المكان التاني ده, اصل هتاخد تو شيفتس مثلا في الاسبوع او بتاع, مفيش مشكله. بس ما تحملش نفسك مسؤوليه مثلا ان انت تعمل عمليه لحد. لا لا لا, ما تترياش يعني ايه. اول ما العيان بيخش يحدد بص عليه بس كويس فيري جود. شوف بقى انت قلت ايه, بس هي دي وظيفته. بس تتوقف على لو هو عاوز يتعلم اكتر. لما يجي انا قلت ان هي جراحه, بعد جبت الاخصائي, لو وقف معاه واشوف هو بيكشف ازاي وبيقول ايه وازاي بيكون الراي, ايه الانفستيجيشنز اللي طلبها وهو الى اخره, اصبحت بدل ما دوري كان تراجنج بس بقيت استفدت منها اكتر. يعني دي القضيه اللي انا بتكلم فيها من اول ما قعدت, ان انا اللي بعلم نفسي. اي سؤال بالنسبه لتخصص النساء, حضرتك قلت ان في ديستربنس هتحصل ومشاكل يعني حاجات كده, هو هما غالبا يعني اي تخصص هختاره هبقى محتاجه ان انا اوفر له وقت كبير جدا عشان اتعلم, فما فرقتش النساء من الجراحه ومن البطنه, فاهم قصدي حضرتك؟ لا لا فرقت. شوفي النساء والجراحه يعني انا ممكن شفتها بصراحه اتعلم بطنه مثلا بالمورنينج راوندز بتاعتي وعياداتي بالصبح هو ويوم حوادث بالليل, كويس بطنه. اما الجراحه ما لم اكن ديفوتد ابقى جراح باطني, بس ابقى جراح باطني يعني العيان ممكن يبقى طول فتره مثلا 3 4 ايام انستيبل, فانت ممكن تبقي اون كول في يوم, بس العيان اللي انت عملتيه له مثلا عمليه النهارده يحصل له كومبليكيشن او مشكله بعد 3 ايام, تضطري وانت متخيل انك في الريست بتاعك يندهوكي تعالي ده حصل دروب مثلا في البلاد بريشر, ده في انترنال هيموريدج, هتسيبي اللي في ايدك كله وهتيجي تفتحي العيان تاني. ولذلك انت 24 اورز 7 اوفر يعني 7 اوفر 7 ايه او 24 7 اون كول. لا انا شخصيا كنت بروح ايام النيابه ربع يوم في الاسبوع, والربع اللي هو يوم الاربع بعد الظهر بروح اتغدى مع امي وابويا واسلمهم الغسيل واخد المكوه من تحت. ده حقيقي كده صراحه, هو ده اللي كان بيجيب حلوين ربع يوم واحد عايزها ابويا حبيبي اللي فيها الكلام. بعد النيابه استاذي الله يكرمه الله يرحمه قال لي انا تعيت بعد سنتين نيابه بعد 22 شهر, يعني كنا بنتعين معيد بعد سنتين وحسب لي شهرين امتياز. قال لي بشرط تفضل لابس بطنه وتشتغل نايم. جميل, عملت كده وخطبت في السنه الثالثه دي. خطبت بنت خالي في مدينه تبع محافظه دمياط, فكان استاذي سمح لي ان انا مره في الشهر, اصل ايام الخميس ايه ايام الخميس عندنا حوادثين خميس في الشهر وجمعه في الشهر, فلا يجتمع خميس وجمعه فاضلين الا مره في الشهر, فمره في الشهر ان انا اروح ايه ازور خالي ويعني اقضي وقت مع خطيبتي. وكان الدكتور عبد الله يرحمه كان يقول لي وانا نايم تقول لي مين من نواب الاقسام التانيين هيسلم منك الاسم, لازم اسلمه الاسم بعد ما يمر معايا يوم الخميس, ولو في اي حاجه يكلمني, يعني بيشعرني ان هو متابع قوي وانا ما افتكرش الحكايه سايبه. فمره كان هذا الويك اند اللي بنتجمع الخميس والجمعه في رمضان, وكان عندي عيان تعبان فضلت قاعد معاه, وحوالي الساعه ايه بقى 11 بالليل خلصت وسلمت الاسم وناوي اروح, رحت موقف احمد حلمي اركب ايه العربيات البيجو اللي بتودينا. فالمهم قاعد السواق طبعا زحمه جدا في رمضان والميعاد ده والناس عاوزه تروح, فانا عاوز اوصل يعني اتسحر معهم على الاقل مثلا. السواق واقف بعيد بالعربيه, ركب عربيه بعيد ويقف وياخد زبون زبون وكلام من ده. فرحت خدني على عربيه ثانيه, في واحد وصل قبلي فبيقول لي اتفق معاك على كام؟
مكتوب على كذا مبلغ يعني مضاعف في الأجرة يعني. قال لي يا ابني انت يا اما وارث يا اما خاطب. يشهد الله حدث هذا الموقف. قلت له اه هو كده فعلا يعني اصبت. فيعني ده ما بتكلم عنه عشان ده لكم الوقت الافري تايت. طبعا في جراحين ونواب زي النظام الاولاني اللي قلت لكم عليه ضحكت عليهم ما حضرتش طبطشيه. بيطلع جراح وبيظل حتى وهو استاذ الله يرحمه استاذ الدكتور محمد بن صدقي يقول لي انت ليك ناس سينيور انا اعرفهم انا ما استأمنوش يفتح لي ابسس كده. لانه هو فاهم انه ضحك على نفسه على الناس ولا بتاع ما حضرش كتير وما تعبش وما ادعكش ما طب انت حر. انا هقول لك ايه فهي الجراحه والنساء عاوزه مجهود كبير. دفن دفن دفن. عايز استفسر بس بالنسبه لموضوع نيابه الدور التاني لما الواحد الخريج يعني اجل نيابه او ما جبتوش نيابه دور اول بيتوزع تبع وزاره الصحه مش كده؟ ولا بيبقى فيه بتستلم التكليف بتاعك عادي لغايه اما ينزل لك في نيابتك ولما ينزل الاعلان بتقدم وبتاخد بترتيبك بتاخد بطرف وتستلم بتاخد بطرف يعني بتوزع تبع وزاره الصحه في الاول الاول ست اشهر انت ممكن يجي تكليفك في مستشفى تعليمي في الجيش ممكن يجي في حتت كتير يعني الوزاره بتنزل اماكن التكليف في حتى مستشفيات خاصه بينزل فيها الهيئه العربيه للتصنيع مثلا وبعض زملائكم بقى بيوظف ظروفه في المستشفى بتاعت وزارة الصحة يعتذر يعني معظم الوقت بيجي يقضي هنا الوقت معظمه يقضي وقت معظمه هنا. بالنسبة لاختيارات التخصص يعني واحد مثلا دي واحدة يا جماعة يعني اخر سؤالين يا جماعه اخر سؤالين يتعلق بالحب يعني انا بحب الحاجه دي اكتر من الحاجه دي مثلا لو واحد مثلا بالنسبه له جراحه زي الناس يعني في عوامل ثانيه الواحد مثلا انا عاوز اقول لكم في حكايه الحاجه اللي انا بعتقد ان انا بحبها دي انجهزوا فرصه الامتياز عشان تعرفوها على حقيقتها. ده حقيقي ده طبيعي ممتاز قوي وتطلع قرع انا لو كنت او العكس انا في حاجات لو كنت قربت منها كان يمكن افضل اخدها. أنا تجربتي كان مع الرمد يعني للأسف شفت الرمد مش بالرؤية المظبوطة يعني إن امتياز الرمد حاطين إزازة النفوسين اللوكال أنفيزيا ونشيل الرايش من يعني قاعدين في الاستقبال على نشيل الرايش ما تنبهتش لا النايب بيعمل إيه في الاسم بقى وأدخل أشوف عملية الرمد شكلها إيه يعني الناس معظم دفعتي اندهشوا زي عمرو ما خدش رمد يعني الرمد طبعا سبيشاليتي يعني خلص. اخر سؤال يا جماعه اخر سؤال دكتور لو انا مثلا خدت امتيازي في الدمرداش ممكن لو في مثلا اكسترا تايم بالنسبه لي او حاجه انا حاسه ان الاسم ده مش قوي قوي فيها اخرج بره في المستشفيات التعليميه دي حاجه مسموح لنا بيها ولا ليه لا هي خروج المستشفيات التعليميه هيبقى عن طريقه علاقه ود زميله ليكي في المستشفى دي هتروحي تحضري معاها انما لو لقيتي حاجه مش قويه هنا اسم تاني هنا برضو يعني مش هتلاقي حاجه في المستشفى التعليميه اقوى منها في الجامعه يعني مثلا الاطفال مثلا بيقولوا الاطفال مش قويه قوي هنا ازاي نزل الامتياز يعني اللي بيقضوا في الاطفال بيشتكوا من اللي بيتعامل فيهم لدرجه اللي ناويه تاخد اطفال نيابه بتغير رايها اللي هي المشكله في المكان الاستقبال بتاع الاطفال مش حلو قوي تحت الارض بس التخصص قوي انما التخصص والناس اللي والنايب موجود وبيدعك ويبهدل فانت هتستفيدي من بهدله النايب طبعا هتعلمي كويس هو قاعد والصبح تحضري عيادات وتحضري الراوندز لا الاطفال مش هتجري بامانه سبيشاليتي بره الجامعه تقولي مش عاجب هنا مش شايفاها مش عارفه استفيد منها او مش عارفه اقيمها اروح اقيمها او استفيد منها في وزاره الصحه مفيش حاجه كده. هو يمكن كان سال على الانكولوجي الميديكال انكولوجي عندنا بس كان ما تنقلوش عني يعني مش هقول لك قعدنا اربع سنين اظن جهاز اللينير اكسلريتور ولا جهاز كان بايظ ده في دفعه نواب اتخرجت ما شغلتش بالثيرابي والانكولوجي هم اساسا مش الكيمو هم اساسا مش كيموثيرابيست لما بيعملوها ان اديشن غير القصر العيني ومعاهد دكتور انا قريب استاذ انكولوجي ما خالتي هتفتن عليا؟ شرفتونا وسعدت بلقائكم
ولو اي حاجه غلطه كتير بليز اكتبوا تليفون 012-2-7-4-6-0-9-2-9 دكتور عجيل 012-2-7-4-6-0-9-2-9 نشكر حضرتك جدا جدا دكتور عجيل على وقت حضرتك بجد والله كان ربنا يكرمك جزاك الله كل خير على اللي انت بتعمله ربنا يكرمك شيء يعني كنا نحلم بيه والله